برحب بيك في البدايه وبكل نجوم الاستوديو التحليلي جمهور النادي الاهلي اينما كنتم. دقائق بسيطه ولحظات بسيطه تفصلنا عن مباراه النادي الاهلي وفاق سطيف في مباراه الاياب على ملعب 8 مايو في الساعه 8 مساء بتوقيت الجزائر، 9 مساء بتوقيت القاهره. الامور ماشيه على ما يرام، كل الامور هنا مهيئه ان شاء الله لفريق النادي الاهلي بتحقيق نتيجه ايجابيه واداء ايضا كعاده النادي الاهلي والتاهل باذن الله للمباراه النهائيه والحصول على البطوله الافريقيه، حلم كل جمهور النادي الاهلي وايضا كمان وصلنا لكاس العالم للانديه. لو بطمن بشكل عام كل جمهور النادي الاهلي على الاجواء، على اللعيبه بشكل عام، الحاله البدنيه، الحاله المعنويه، التركيز الشديد اللي بناكد عليه اكتر من مره اللي فرضه الكابتن محمد يوسف مدير الكوره وايضا كمان مستر باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق النادي الاهلي. الحاله دي يمكن شايفينها منذ وصولنا هنا، الكل مركز في التدريب، بنشوف جديه وحماس، اللعيبه بتتكلم بعضها، محاضرات يمكن فرديه ومحاضرات جماعيه. كابتن حسام عاشور قائد فريق النادي الاهلي يمكن بيقوم بمجهود كبير جدا كواحد من اللعيبه الكبار، اللعيبه الخبره، بيتحدث مع اللاعبين في كل وقت، كل وقت بنشوف فيه تجمع لعيبه النادي الاهلي كابتن سيد، الحديث فقط عن هذه المباراه واسعاد الملايين من جمهور النادي الاهلي. كل اللعيبه كمان يا كابتن سيد حالتها، يمكن الناس بتسال على احمد فتحي، على ميدو جابر، حسام عاشور، كل اللعيبه اللي راجعه من اصابه، لكن بطمن كل جمهور النادي الاهلي احمد فتحي جاهز وسيكون في التشكيله الاساسيه ان شاء الله لفريق النادي الاهلي. كل اللعيبه جاهزه، كل اللعيبه في حاله تركيز، عندنا ثقه كبيره في فريق النادي الاهلي ان شاء الله ان احنا نصعد من هنا في الجزائر بالتاهل للمباراه النهائيه باذن الله. كمان يمكن بعض اللعيبه بتشاهد المباراه، مباراه الترجي وفريق اول اغسطس، متقدم فريق اول اغسطس بنتيجه 1-0 في هذه اللحظات، مباراه مهمه اكيد. النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله سيكون في المباراه النهائيه ايا كان باذن الله، سواء الترجي التونسي او ايضا كمان بيريمير ودي اغسطس. مستمرين معاك يا كابتن سيد ومع كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، لحظه بلحظه على ملعب الاهلي ونقل خاص على شاشه قناه النادي الاهلي لكواليس مباراه النادي الاهلي وفاق سطيف الجزائري. عوده ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ. اهلا كريم مره تانية وبشكرك بالتاكيد، بتغطي تغطيه هايله جدا وممتازه جدا ان شاء الله الرحمن باذن الله. يبقى يوم سعيد على كل الاهلاويين.